احنا يعني بنعاني من المية. المية عندنا مشكلة كبيرة فيها. المية روح الإنسان. احنا بنعاني جزء كبير من المية. هذا المخيم زي ما انت شايفه مخيم ضخم جدا. هذا يوجد لا يوجد فيه مياه مالحة ولا يوجد فيه مياه صالحة للشرب. زي ما انت شايف من الساعة 2 الفجر الناس واقفة على الدور لما تجيها السيارة المية الحلوة الساعة 10 الصبح. يعني تقريبا ما يعادل من 9 إلى 10 ساعات بيقفوا بس عشان يعبي جلن واحد المواطن. وهذا يعني جرم في حق الإنسانية. إحنا نطلب من جميع الإخوة المسؤولين والمشرفين على المياه أن يوفروا المياه للمخيمات بشكل كبير، خاصة إحنا اليوم موجودين في شهر 7 وشهر 8، يعني هذا أجواء حارة. نرجو من الجميع والمختصين في العالم العربي والعالم الإسلامي، ربنا في القرآن يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي. نطلب من الإخوة من العالم من كل من له حق في الإنسانية أن يجتهد ويضخ الماء إلى الناس المشردين والمهجرين من بيوتهم. يعني زي ما أنت شايف نساء وأطفال، نساء وأطفال لا يتجاوز عمر الطفل 2 يصحى من الساعة 2 الفجر عشان يعبي قربة مية أو 2 لتر. يعني كلهم قديش حقهم مسك 2 شيكل، معوش 2 شيكل يروح يشتريهم من برا، بستنى سيارة المساعدات تجيبهم. يعني من إحنا هذه معاناة شديدة. السيارة هذه ممكن كل يومين كل 3 أيام، يعني السيارة هذه تقريبا 7 كوب. شفت الدور عليها قديش ممكن تخلص ولسه الدور مضل موجود لتاني يوم أو ثالث يوم لما تيجي. هذه معاناة كبيرة. يعني نسأل الله أن يبارك في الإخوة المجتهدين اللي بينفقوا هذه المياه للإخوة النازحين. المخيم هنا تقريبا يوجد ما يعادل 2000 خيمة، يعني تقريبا هدول 10 مخيمات مجزئات. هذه لا تكفي، يعني بدها في المنطقة هذه 20 كوب 20 أو 40 كوب اللي يكفي المخيم هذا بشكل يومي.